وأنت تدخل إلى أبوجا عاصمة نيجيريا لا يمكن لعينيك أن تخطئ صخرة زوما، وهي صخرة شاهقة عند المدخل الشمالي بارتفاع 735 متراً، تعد معلماً وطنياً وسياحياً. وما يزيد من غرابتها وجمالها تلك القصص والألغاز التي تروى عنها، ويعتقد الأهالي أن لها قوة خارقة قادرة على حماية السكان وحماية نفسها. زوما ليست جبلاً ولا تلاً، هي أكبر صخرة منفردة في العالم. هي كتلة حجرية واحدة تتربع وسط خارطة نيجيريا، كأنها سقطت من السماء وركضت هنا. أسأل أمي وأهلي عن زوما وما تعنيه لهم، يقولون إنها وجدت قبلهم ولا يعرفون الكثير عن تفاصيل تكوينها. هذا ما تناقلته الأجيال منذ زمن الأجداد، فكانت القبائل القديمة تقدس زوما.